تعدل عليها. عندك موقع بطولات وموقع يلا شوط وموقع كوره 360، دي المواقع اللي بتقدم لك خدمه كويسه بالنسبه للملخصات. سواء حضرتك عاوز تتفرج على الملخص بعد المباراه ويكون ملخص كامل بالاهداف كامله، او حضرتك عاوز تشتغل طبعا ملخصات كره قدم وتربح من ملخصات كره القدم. ان شاء الله يا شباب هيكون لنا فيديوهات طبعا باستمرار على القناه بخصوص الربح من ملخصات كره القدم. بشكركم جدا على المشاهده، لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه. طبعا يا شباب لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يكتبه في قسم التعليقات اسفل هذا الفيديو. بشكركم مره تانية والسلام عليكم.